بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، الحمد لله بذلنا معاكم مجهود كبير في الترم الأولاني، وقمنا بتغطية الترم الأولاني كله كجرامر وكريفيجن. تمام، النهاردة بنبدأ معاكم بإذن الله حلقات الترم الثاني، ونرجو إن شاء الله إن ربنا يقدرنا إن احنا نكملها لكم بإذن الله. وهنبدأ بالقواعد وبعدها تطبيقات عليها، وبإذن الله لو ربنا أراد لنا إن احنا نكمل المراجعة إن شاء الله. هنبدأ بأول قاعدة عندنا في يونت 7، وهي الأكتيف والباسيف فورم، يعني المبني للمعلوم والمبني للمجهول في زمانين، اللي هو البريزنت سيمبل والباست سيمبل اللي هو المضارع البسيط والماضي البسيط. أول حاجة بنتعرف على المعلوم أو بنراجع المعلوم بتاعنا في زمانين، المضارع البسيط وزمن الماضي البسيط. عندنا في الجملة المعلومة في عندنا حاجة اسمها subject اللي هي الفاعل، وفي verb اللي احنا النهاردة قلنا ايه هنتعامل مع المضارع البسيط والماضي البسيط. تمام، وعندنا الاوبجكت اللي هو المفعول به. دي الثلاث اركان المهمه اللي موجوده في الجمله المعلومه. اوكي، يبقى لازم أن يكون عندي فاعل وعندي فعل في زمن المضارع او الماضي في ازمنه اخرى، بس احنا النهارده مركزين على المضارع والماضي فعندنا مفعول به. تعال نشوف كده الامثله اللي قدامنا في الجمل المثبته. بالنسبه للمضارع احنا كنا عرفناه في الترم الاولاني، هو الفعل في اس مع المفرد، ما فيش في اس مع الجمع، والكلمات الداله عليه حقائق وعادات والكلام اللي احنا قلناها قبل كده. احمد بلايز فوتبول، اس عشان احمد. زي واتش فيلمز. وي رايت هومورك. اوكي، يبقى ديت فاعل يصنع فعل على مفعول به. يبقى لو جينا نترجم من هوت يبقى ايه؟ يفعل. يفعل يعني يعني احمد يلعب، ولو احنا جينا نترجمها يلعب احمد في اللغه العربيه. ها، يشاهدون، يكتبون او نكتب. اوكي، يبقى ده معلوم، يبقى لازم نذكر المفعول به في اخر ايه الجمله. لو جينا للماضي برضك نفس الشيء، ولكن طبعا الماضي الفعل في التصريف الثاني سواء العادي او الشاذ. زي ايت لانش، اكلوا يعني فعلوا. ايه ديت؟ ايه فعل؟ فعل. يبقى ايه؟ شي ريد. طبعا الماضي هنا ريد لان في المضارع ريد، ولو شي يبقى شي ريدز، انما هنا ايه؟ شي ريد ذا ليسون. هي درانك ووتر، يبقى هنا شرب ميه. اوكي، يبقى فعل، يبقى هنا يفعل، هنا ايه؟ فعل. يبقى ده المضارع البسيط اللي هو البريزنت سيمبل، وده الماضي البسيط. ده يا جماعه بنسميه اكتف. اكتف يعني ايه؟ يعني معلوم. طيب نيجي للي احنا عايزين نفهمه ونعرفه النهارده، وهو how to change the active form to the passive form. يعني ازاي ان انا هغير الشكل اللي عند الفورم اللي عندي المعلوم ده هو للباسيف. في طرق او ستيبس هنختصرها في سطر واحد. اول حاجه بقدم الاوبجكت، يعني بجيب المفعول به واجيبه للاول. وممكن تتقال كده عشان ابني المجهول لازم اقدم المفعول. حلو، عشان ابني المجهول لازم اقدم المفعول اللي هو الايه؟ الاوبجكت. وبعدين لو الاوبجكت المفعول اللي انا جايبه مفرد بقول از، لو اللي انا جايبه جمع بقول ايه؟ ار. وبحط الباست بارتيسيبل اللي هو البي بي اللي هو بنسميه التصريف الثالث للفعل. يبقى البي بي اللي هو التصريف الثالث للفعل، وبحط باي وبعده الفاعل اللي هو السبجكت. يعني باي هنا معناها بواسطة. لما نكبر شوية في الثانوية هنعرف ان احنا ممكن نستغنى عن باي والفاعل ده لأسباب كتيرة. يمكن انا معرفش الفاعل، لا اعرف الفاعل. يمكن انا مش عايز اذكر الفاعل، يعني مش عايز اقول ان والدتي طبخت الغداء يبقى الغداء طبخ باي والدتي، مش عايز اذكر الفاعل. او ان انا مش مهتم بالفاعل اصلا، لان احنا في المعلوم بنهتم بالفاعل، اما في المجهول بنهتم بالمفعول. يبقى تاني في المضارع البسيط، ها، المفعول به از وار تصريف ثالث باي والفاعل، وديت الفورم ده اهو لازم ان يتحفظ. بنسميه هنا بقى ايه يا جماعه؟ يفعل. يفعل لان انا ببدا بالمفعول فيفعل. نشوف كده الجمله الاولانيه، ها، مفعول به اللي هو هنا يا جماعه نخلي مع بعض كده قدمناه فوتبول. فوتبول مفرد ولا جمع؟ مفرد.
يبقى فوتبول از، التصريف الثالث ايه؟ بلايد، يبقى فوتبول از بلايد، الكره تلعب. باي، في ملحوظه هامه جدا لازم تعرفوها، ان انا لو جبت، لو انا عندي ضمير، لو انا عندي اسم مثلا هنا احمد، يبقى باي احمد، تمام، لان ما اقدرش اغير في الاسم. اما لو في ضمير فاعل، يعني في هي وشي ووي واي ويو وات، لازما بعد باي تتغير لضمير مفعول، يعني هي تبقى باي هيم، شي تبقى باي هير، وي تبقى باي اس، اي تبقى باي مي، يو تفضل يو، وات تفضل ات. اوكي، يبقى اول جمله فوتبول از بلايد باي احمد، يبقى الكره تلعب، احمد يلعب الكره تلعب. فيلمز، فيلمز ها نبص هناك ار، لان فيلمز جمع، واتشد باي زم، شايف زي، ها نضيف زي هنا يبقى ايه؟ باي زم، يبقى فيلمز ار واتشد باي زم. طيب هوم وورك اسم غير معدود، اسم غير معدود، يبقى هوم وورك از ريتن، لان ده تصريف ثالث شاذ، باي اس، لان الوي بتبقى ايه؟ اس، وي تبقى اس. اوكي، يبقى ده المعلوم في المضارع البسيط، وهناك اول خطوه في الاثبات، المعلوم في سوري المجهول في المضارع البسيط. نيجي للماضي البسيط، ها ناخد الاثبات الاول، فاعل، ها صنع فعل على مفعول به، يبقى هنا المفعول به صنع او فعل، يعني لما نقول زي ايت لانش، اكلوا الغذاء، شي ريد ذا ليسون، هي درانك ووتر. اوكي، بنبدا بالمفعول به، يبقى هنبدا بالاولانيه لانش مفرد ووز، ها ايتن باي زيم، lunch was eaten by them. The lesson was read by her. Water was drunk by him. Okay. يبقى أنا حولت ضمير المفعول بعد باي، حولت ضمير الفاعل بعد باي لضمير مفعول. تمام. يبقى دي الفيرست ستيب. السكند ستيب، لو جملة منفية أعمل إيه؟ طبعًا نيجي في المعلوم نقول نفكر الطلبة بالجمل المنفية في المضارع وفي الماضي. أنا بنفي في المضارع بـ doesn't، يعني هنا هقول doesn't play، هقولها شفوي، ها، وهنا don't زي don't watch، وهنا don't we don't write، وفي الماضي واحد فورم واحد بس اللي هي didn't، زي didn't eat، she didn't read، he didn't drink. اوكي، طيب احنا بنعمل ايه في المجهول؟ just one step، حركة واحدة فقط، انا بحط نوت بعد از وار في المجهول، يعني ما اقول كده اهوت، اخد مثال احمد doesn't play، يعني انا فات هنا فوتبول، يبقى فوتبول isn't played by احمد. زي don't watch films، انا بنفي معاك اهو، يعني انا مفروض احط هنا doesn't واحط هنا ايه don't، يبقى هنا films aren't watched by them، homework isn't written by us، لو انا انفيت. طب في الماضي lunch wasn't eaten، lunch تاني واحدة wasn't eaten، ذا خليهم ذا ليسونز عشان نشوف weren't، ذا ليسونز weren't read، water wasn't drunk. يبقى ده بالنسبة للنفي، يبقى هنا بنفي ب didn't زي ما احنا عرفنا في الترم الأولاني، وهنا doesn't و don't، هنا بنفي بنط بس بعد is وبعد are، مية مية. طيب لو جينا في الاستفهام بقى، لو تفتكروا برضك بنراجع في المعلوم، بنراجع، لو تفتكروا كنا بنقول في المضارع does ودو زائد الفاعل زائد المصدر، وممكن يتحطنا هنا مفعول به، وهنا في الماضي كنا بنقول did زائد الفاعل زائد المصدر زائد المفعول به، ده هل، يعني لو انا جيت اقولها does احمد play football، do they watch films، do you write homework، did they eat lunch، did she read the lessons، did he drink water. طب انا لو عايز احطها في المجهول بقى بعمل ايه؟ حاجه بسيطه خالص، ممكن اقول is وار والمفعول به والتصريف الثالث
واحط باي والفعل لو انا عايز، مش عايز خلاص براحتي. هنا نفس الشيء، احط ووز وير والمفعول به، واحط تصريف التالت وباي زائد الفعل لو انا عايز. اوكي، يعني هنا بقول ايه؟ از في المضارع او تالت واحدة، از فوتبول بلايد باي احمد، هل الكرة تلعب؟ ار لان هنا فيلمز، ار فيلمز واتشت. از هوم ورك ريتن، عايز اقول باي والفاعل اقولها او ما اقولهاش براحتي. طيب في حتة لو الجملة فيها اداة استفهام مفيش اي مشاكل، احط اداة الاستفهام في الاول. يعني اقول هنا ايه؟ وير دو زي بلاي فوتبول، يبقى هنا هو وير از فوتبول بلايد. اوكي، يبقى وضع اداة الاستفهام ما يفرقش، المهم ان انا احفظ الشكل ده. لو بدأت باز وار وحطيت المفعول يبقى لازم وجود تصريف ثالث لما نشوف التطبيقات. بالنسبة للماضي ممكن نقول ايه؟ لانش، يبقى ووز، بقول ووز وبدور على المفعول، ووز لانش ايتن. لسونز، يبقى اقول وير، وير لسونز ريد. هنا ووز ووتر درانك، يبقى حتة جميلة جدا في المضارع ابص على المفعول، ابص على المفعول لقيته مفرد او الاز، واقوم قايل المفعول واقول له التصريف الثالث از فوتبول بلاي. جمع يبقى ار، ار فيلمز واتش، مفرد يبقى از هوم ورك ريتن. هنا نفس الشيء في الماضي، ابص على المفعول مفرد يبقى ووز، المفعول لانش التصريف الثالث ووز لانش ايتن. المفعول جمع يبقى وير لسونز ريد، المفعول مفرد يبقى ووز ووتر درانك. سهل قوي، ثلاث حركات، يبقى از او ار مفعول به تصريف ثالث، ووز او وير مفعول به تصريف ثالث، عامله زي ما تكون انت مايسترو وبتعزف موسيقى. تمام، يبقى هنا لازما في حاجتين يا شطار، لازما نحفظ الاشكال الفورمز ولازما نفهم المعنى. تمام، ده كله هيبان بإذن الله في التطبيقات اللي هنشوفها بعد الفيديو ده. بسم الله الرحمن الرحيم، ده دائما لما قمنا بشرحه في هذا الفيديو، بنطبق وبنراجع من سلسلة 5 ستارز تبع نيو جينيوس بالشرح اللي احنا شايفينه الموضح قدامنا مرة أخرى للبريزنت سيمبل باسيف. طبعا نستخدم المبني المجهول عندما يكون فاعل الجملة مجهول بالنسبة لنا، أو عندما يكون الحدث أهم من الشخص الذي قام به، يعني احنا بنبقى مركزين على الحدث وأيضا بنبقى مركزين على المفعول. وأيضا نستطيع ان احنا نستخدم الفاعل بتاع الجملة ولكن بعد كلمة باي، اوكي، يعني بواسطة، وده بيبقى في نهاية الجملة. وزي ما احنا قلنا اننا ممكن مذكورش الفعل خالص بعد باي، وممكن مذكورش باي نتيجة لعدم معرفتي بالفعل او لعدم اهتمامي بالفعل او لعدم رغبتي ان انا اذكر الفعل اصلا. فبنقول Egypt is visited by more than 14 million tourists. The national park is surrounded by grasslands. هنا تزار مصر، هنا يحاط، اوكي، فبالتالي يتكون المبني المجهول في المضارع من ام واز وار. طبعا ببدا بالمفعول الاول زي ما انا قلت، بعدين اقول ام از ار، وبعدين احط التصريف الثالث. اوكي، طيب انا لو جيت انفي، لو نفيت بحط نوت بعد ام او از او ار. اوكي، وزي ما احنا هنقرأ نبدأ بالمفعول الجملة، نضع ام واز وار حسب المفعول بالمقدم ثم التصريف الثالث. فعندنا الجملة اهي، people call warm wet areas a rain forest. تمام، يبقى warm wet areas ديت المفعول به، are called يطلق عليها او تسمى رين فورست، طبعا ده بواسطة مين؟ باي بيبول. ماشي، هنا يسمي، هنا تسمى، هنا يفعل، هنا يفعل. وزي ما حددنا ايضا ان الهي والشي والات والوي واليو والزي بتتحول لضمير مفعول بعد باي،
هي تبقى هم، شي تبقى هير، وي تبقى أس، زي تبقى زم، حتى أي بتبقى مي. We know these areas as polar habitats. These areas are known as polar habitats. طبعا إيه؟ by us. طيب أنا عايز أعمل yes no question، إيه اللي أنا بعمله؟ ببص للجملة بتاعتي عادي، إحنا اتفقنا إن هي فاعل، فعل مضارع، مفعول. ببص للمفعول لقيته مفرد أقوم قايل إز، لقيته جمع أقوم قايل آر. استخدام آم بيبقى نادر جدا، يبقى إز فوتبول، آر بوكس، وبحط المفعول زي ما أنا قلت، وبعدين التصريف الثالث إز فوتبول بلايد، آر بوكس ريد. أوكي شوف كده. Are these areas known as natural habitats? Yes they are. No they aren't. حسب الفعل المساعد الأول. ما فيش عندي أي مشاكل إن أنا أحط أداة استفهام قبل اللي أنا قلت عليه. أرجع أقول تاني، هبص للجملة المعلومة، هشوف المفعول، إذا كان إيه مفرد هستخدم is، إذا كان جمع هستخدم are، وبحط التصريف الثالث بعد المفعول به. بس يسبق كل ذلك أداة الاستفهام. يعني مثلا where is football played، when are books read، what is the area around the Nile called، it's called the Nile Delta. فبنلاحظ هنا إذا بدأت الجملة بالفعل فإننا نضع الفعل في المصدر أو نضيف له is، فده بنسميه active معلوم. Farmers grow trees. وإذا بدأنا بالمفعول بنحط إز وآر حسب المفعول المقدم، آر جرون باي فارمرز، يبقى لازم نحفظ مفعول به إز آر تصريف تالت باي والفعل. أعزائي الطلبة بنيجي نعمل تشيك كده. These habitats، طبعا رأس السؤال complete the sentences with the correct form of the words in brackets. These habitats، ها مش بتجد، ده بتوجد، يبقى are found at the top of the earth. These habitats are covered، are covered. جبل علبة visit by tourists، يبقى هنا is not visited، is not visited، لا يزار. Hundreds of date palm trees، ها trees، يبقى are grown in Egypt، تزرع. هنا tourists don't visit this mountain. الحتة دي خاصة بطلبة الأزهر بس هتساعدنا في الاختياري. The خارجة oasis by desert، يبقى is surrounded، تحاط. This hat is made، هي تنفع للطلبة عادي في كل المجالات سواء العادية أو طلبة الأزهر. بنكمل شغلنا. Complete the sentences with the correct form from the of the words in brackets. Many people هنا visit the national park لأنها يفعل يزور. Every year turtles اللي هي السلاحف lay زي ما هي lay eggs لأن هي اللي بتبيض. Some of the turtles eggs are eaten تؤكل by birds and animals. The park and the beaches are cleaned، يعني تنظف، by volunteers. Trees are not cut down، يعني لا تقطع، by us. Fewer magazines are sold today by the news agent because of the internet. Ice هنا covers لأن هو اللي بيغطي، the land in polar habitat. Many new cars are made by robots in factories. Squash is not played by many students. Our beaches are visited by thousands of tourists each year. Many houses are built تبنى. People cut down a lot of our rainforests every year. The dates يباع are sold in many shops in the area. Baskets, shoes and furniture are made from the date palm trees. يبقى بكده غطينا المضارع البسيط، واحنا عارفين ان الماضي البسيط شبيه
بنفس القاعدة، ولكن احنا بنحط ووز أو وير زائد التصريف التالت. أعزائي الطلبة، استمتعنا جدا ان احنا كنا معاكم، ومشوار الألف ميل بيبدأ بخطوة. ما تفضلش ابدا تقول ان انا مش عارف حاجة في اللغة، ما تقولش ان انا كسلان، انت دايما تقدر تعمل اي حاجة لو انت عايز تعملها. خد الخطوة الاولانية، لازما اللغة بتاعتنا نكون على دراية جيدة، ان احنا اول كلمة بنحفظها بتخلينا نحفظ كلمات بعدها، بنبني الحيطة بتاعتنا اللي بنبني عليها السقف بتاع اللغة بتاعتنا، فاحنا بكده بنوصل للاتقان. فما تبقاش كسلان علشان توصل للاتقان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.